الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ إلينا الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بإذنه الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى الصحابة كلهم أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة المسلمون أمة الإسلام اتقوا الله سبحانه وتعالى حق تقاته اتقوا الله جل في علا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إياكم والصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ألا وإن العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ألا عباد الله وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ألا وإن العبد ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا عباد الله أطيعوا ربكم في كل أموركم عباد الله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا عباد الله عليكم بالسنة فإن من عمل بالسنة وأكل طيبا دخل الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل بسنة وأكل طيبا ويأمن جاره بوائقه دخل الجنة من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد عباد الله إن الإيمان بالله والدعوة إليه والنصح والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر وإشاعة الخير والفضيلة بين الناس ومحاربة الشر والرذيلة والخصال المذمومة واستئصاله من المجتمع من أبرز سمات هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي بها فاقت سائر الأمم لذا يقول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فلذا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أمارة الإيمان وأن تركهما من علامة النفاق يقول الله تبارك وتعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله غفور رحيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ورضوان من الله أكبر هذه النعمة رضوان من الله الرضا من الله نعمة جليلة للعبد المؤمن يقول الله تبارك وتعالى حصول الرضا من الله سبحانه هذا هو الفوز العظيم
ذلك هو الفوز العظيم. يقول الله تبارك وتعالى مرة في القرآن: ذلك هو الفوز المبين، العتق من النار. يقول الله مرة أخرى: وذلك الفوز العظيم. هذه رضا من الله، نعمة جليلة عظيمة، اللقاء والزيارة مع الله سبحانه وتعالى بأعين الناس يوم القيامة، يوم المحشر في جنات عدن. فالله سبحانه وتعالى جعلنا من المسلمين، وأمارة الإيمان والإسلام أن نأمر بالمعروف في معاشرنا، وأن ننهى عن المنكرات والخرافات من الناس. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم، وتوبوا عليه يتوب عليكم، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على رغم من جحد به وكفر، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه السادات الغرر. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، إني أوصيكم ونفسي أولاً بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحذركم عباد الله عن معاصي الله ومحارمه، واجتنبوا الموبقات ولا تستمتعوا الشهوات. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات المسلمين المسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، واحمِ حوضة الدين، ودمِّر أعداءك أعداء الدين، واهلِك أعداءنا أعداء الملك والملة والدين. اللهم رُدَّ الشباب المسلمين لك ردًّا جميلًا يا رب العالمين. اللهم أصلِح شبابنا وشُبَّابنا صلاحًا وإصلاحًا جميلًا يا رب العالمين. اللهم كما أجمعت هذه الجموع المباركة في هذا المكان المبارك، اجمعهم على كتابك وقرآنك وسنة نبيك الأمين يا رب العالمين. اللهم زين قلوبنا بخشيتك، وعملنا بالسنة النبوية المشرفة يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قال الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون.